عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة يا جماعة نبدأ نتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو موضوع الفيدريشن سيرفيس أو الخدمات الاتحادية. ما معنى فيدريشن سيرفيس؟ بكل بساطة كده، لو إحنا افترضنا إن حضرتك عندك شركة، فالشركة دي أكيد هتبقى موجودة في فورست. الفورست دي طبعا بتضم مجموعة الدومينز اللي موجودة في الشركة بتاعتك، ومجموعة الدومين كنترولرز اللي بتدير هذه الدومينز اللي موجودة في الشركة، فيما يسمى بالفورست. طيب، في واحد تاني عنده شركة تانية فعمل لها فورست تانية. طبعا كل شركة بيكون فيها الدومينز بتوعها، يعني ممكن يكون فيها دومينز وكل دومين جواه مجموعة من الدومين كنترولرز والسايتس والكلام ده كله. طيب، انا دلوقتي عندي فورست هنا وعندي فورست تانية هنا. الموضوع كله ان الراجل اللي في الفورست الاولانية ده في عنده مجموعة موظفين في مجموعة دومينز كده. مجموعة الموظفين اللي في الدومينز دول بيحتاجوا ان هم يشتغلوا على ابليكيشن معينة موجودة في الفورست التانية، مش في دومين اخر، لا، في فورست تانية اساسا. فاحنا كنا بنعمل ايه قبل كده؟ لو نفتكر كده الموضوع بتاع التراست، لما كنا عملنا تراست ما بين الفورست دي والفورست دي، بحيث ان اليوزر اللي كان هنا يقدر يدي بيرميشن لليوزرز اللي هنا والعكس بالعكس والكلام ده كله. الحقيقه ان ده كان كلام جميل قوي، بس كان في مشكله جامده جدا في السكيورتي، وهي ان انت بتفتح مجالات كبيره جدا جدا ما بين الاثنين فورست. يعني بيبقى في بورتس مفتوحه كتير في الفورست دي وفي الفورست دي. طيب، انت دلوقتي عايز تخلي ناس هنا يكلموا او يقدروا ان هم يدخلوا على ابلكيشن معينه، وليكن انت عملت ويب ابلكيشن معينه هنا. الناس دول ممكن يعملوا لوجن وهم قاعدين جوه الشركه اللي هي الشركه دي، او يعملوا لوجن من بيتهم على الدومين بتاعهم، تمام. وفي نفس الوقت انا عايز اخليهم في الاخر يقدروا يعملوا كونكت على الابلكيشن اللي موجوده في دومين اخر في فورست تانية، من غير ما اعمل التراست ما بين الفورست دي والفورست دي. طيب، ايه اللي هيحصل لو انا ما عملتش موضوع التراست وبدات انفذ الفيدريشن سيرفيس اللي احنا بنتكلم فيها النهارده؟ اولا، الفيدريشن سيرفيس هي بديل اساسي للفورست تراست، لان السكيورتي بتاعتها اعلى. مش هقدر افتح بورتس كتير هنا وهنا واعمل تراست ما بين الاثنين فورست. غير كده ان هي بتعمل حاجه كويسه قوي اسمها السنجل ساين اون او الاس اس او. يعني ايه سنجل ساين اون؟ يعني حضرتك في نظام التراست ما بين فورست والتانية، كنت بتيجي تعمل اوثنتيكيت في الدومين اللي انت خاضع ليه، وبعدين تقوم تروح تعمل اوثنتيكيت في الدومين التاني علشان تقدر تكونكت على الريسورسز اللي موجوده هنا. ده كلام جميل قوي، بس احنا هنا في الفيدريشن سيرفيس اليوزر بيبدا يعمل كونكت على الدومين بتاعه بس، يعني بيبدا يعمل كونكت مره واحده بس، وبعد كده بتبدا اوتوماتيك تعمل لوجن عن طريق استخدام الفيدريشن سيرفر على الريسورسز اللي موجوده في الفورست التاني. دي طبعا ميزه مهمه جدا. غير كده، انت بتستخدم كمان نفس البورتس اللي انت بتستخدمها، يعني هتستخدم بورت 53 مثلا بتاع الدي ان اس، وهتستخدم بورت 80 بتاع الويب، وبالتالي مش هتقدر تفتح، او مش محتاج يعني ان انت تفتح بورتس جديدة. طيب، لو جينا نتكلم شوية عن موضوع الفيدريشن سيرفيس، فالفيدريشن سيرفيس علشان تتعمل بتيجي انت في الفورست الاولانية وبتقوم عامل سيرفر كده تسميه الفيدريشن سيرفر، وهنا في الفورست الثانيه بتعمل سيرفر تاني بتقوم تسميه الفيدريشن سيرفر برضو. ده بيقدم او بتحط عليه السيرفيس دي، وده بتحط عليه برضو نفس السيرفيس. الحقيقه ان المكان او الدومين او الفورست اللي بتكون فيها الناس اللي عايزين ياكسسوا ابلكيشن عند الفورست الثانيه، يعني لو قمنا قايلين مثلا، نشيل ده كده خالص، لو قلنا كده مثلا ان الفورست الاولانيه اللي هي الفورست دي، تمام، الفورست دي هي اللي فيها اليوزرز اللي عايزين ياكسسوا الريسورسز، والفورست دي هي اللي فيها الابلكيشن او
الريسورسز يعني. فاحنا على يعني اثناء الشرح واحنا بنتكلم هنقوم نطلق مصطلح الاكونت على المكان اللي فيه اليوزر اللي عايزين يدخلوا على الريسورسز اللي هنا، فدي هنسميها الاكونت، او لما نيجي نتكلم عن الفورست اللي فيها يوزر وعايزين ياكسسوا فبنطلق عليهم الاكونت سيرفر، والمكان اللي فيه الابليكيشن هنطلق عليه مصطلح الريسورس سيرفر. تمام، يبقى المكان اللي فيه اليوزر اسمهم الاكونت، والمكان اللي فيه الابليكيشن اللي هيتعمل لها اكسس من قبل اليوزرز اللي هنا دول اسمهم الريسورس. طيب الموضوع ده في الحياه الحقيقيه بيتعمل ازاي؟ يعني لما يكون في فعلا اتنين فورست وعايزين يعملوا موضوع الفيدريشن سيرفيس دي ايه اللي بيحصل؟ بصوا كده يا جماعه على الرسمه دي، دي انا جبتها لكم من الكتاب بتاع مايكروسوفت لان هو شرحنها يعني بطريقه كويسه قوي. الحقيقه ان اليوزرز بتوعنا ممكن يكونوا بيعملوا لوجن من الانترنت من بره من بيتهم يعني، وعايزين ياكسسوا الويب سيرفر اللي في الفورست الثانيه، او ممكن يكونوا قاعدين جوه الشركه بتاعتهم اللي هي الفورست بتاعت الاكونت وعايزين برضو ياكسسوا الريسورسز بتاعتهم. طيب كلام جميل جدا. ان اليوزر الحقيقه اللي هو هنا ده بيقوم رايح كده عايز يعمل لوجن اللي هو جوه الشركه، فبيقوم اوتوماتيك رايح عايز يعمل لوجن على، نخلي بالنا ان دي هي الفورست الاولانيه تمام، ودي هي طبعا الفورست الثانيه. هنا في الانترنت جميل. طيب اليوزر ده ممكن يلوجن من جوه الشركه او ممكن يلوجن من بره على مين؟ على الويب سيرفر اللي هو احنا بنتكلم عنه اللي عليه الابليكيشن اللي احنا عايزين ندخلها. طيب الويب سيرفر الحقيقه بيبقى موجود معاه حاجه اسمها الفيدريشن بروكسي سيرفيس او السيرفيس الخاص بخدمات البروكسي. ليه يا جماعه بنحط بروكسي؟ الحقيقه ان اللي بيحصل يا جماعه ان انا لما بيكون عندي ريسورسز او حاجه زي كده انا مش باخد الدومين بتاعي نفسه اطلعه على الانترنت، لا بيبقى في عندي جهاز بروكسي، الجهاز ده هو اللي بياخد ريكوستس اللي جايه من بره ويبدا يديها للدومين، او ياخد الحاجات اللي جايه من جوه ويبدا يخرجها بره علشان يعني السكيورتي بتاعتنا تبقى مظبوطه. يعني الاكونت او البروكسي سيرفر اللي بيبقى موجود في المكان ده هوت بعد الفاير وول وظيفته الوحيده ان هو يبدا يشاور بس او يقوم قايل فين مكان الفيدريشن سيرفر. تمام، طيب في شويه كده مصطلحات نتكلم عليها قبل ما نشرح الرسمه دي. في عندنا حاجه اسمها الكليم. يعني ايه الكليم؟ الكليم ده هي عباره عن مجموعه البيانات الخاصه بالمستخدم. يعني لما نقوم جايبين اليوزر نيم والباسورد والبريفليج بتاعه اليوزر ده هوت، فشويه المعلومات دي اسمها الكليم. في عندنا حاجه تانية اسمها الكليم اوير. ايه هي الكليم اوير؟ الكليم اوير دي السيرفيس اللي بتقدر تاخد البيانات بتاعه الكليمز دي، او بتاخد البيانات الخاصه باليوزر اللي هو اليوزر نيم والباسورد بتاعته والبريفليج اللي ليه، وتبدا تتعامل مع الابليكيشن. يعني الابليكيشن او السوفت وير اللي اليوزر هيبدا يستخدمه، اليوزر مش بيستخدمه هو بنفسه لان الابليكيشن نفسها او البرنامج اللي اليوزر هيستخدمه مش سبورت ان هو يبدا يتعامل مع اليوزر نيم بتاعه والباسورد والبريفليج اللي خاصه بيه، فلكن الابليكيشن بتبدا تتعامل مع حاجه اسمها الكليم اوير. فالكليم اوير ده بيبدا ياخد الكليمز بتاعه اليوزر ويبدا بطريقته هو يتعامل مع الابليكيشن اللي بتدعمه. طبعا مش كل الابليكيشن ينفع ان احنا نستخدم الكليم اوير علشان يعمل اوثنتيكيت لليوزرز منها، فبالتالي الكليم اوير ابليكيشن هي عباره عن الابليكيشن التي تدعم الاوثنتيكيشن او تدعم ان حد يقدر يدخلها عن طريق الكليم اوير. طب ليه في كليم اوير؟ لان اليوزر نفسه مش بيعمل اوثنتيكيت من الابليكيشن، لا اليوزر بيبدا يجيب الداتا بتاعته اللي هي الكليمز بتاعته والصلاحيات الخاصه بيه ويبدا يديها للكليم اوير، يقوم الكليم اوير يتعامل مع الابليكيشن اللي بتدعم التعامل
في نظم الاثنتيكيشن. حاجه تانية اللي هي الكوكيز، طبعا احنا عارفين من زمان ما هي الكوكيز، ولكن احنا بنقولها واحنا بنتكلم في الفيدريشن سيرفيس. الكوكيز طبعا هي حاجه بتسهل عمليه الاثنتيكيشن علشان اليوزر ما يحتاجش في كل مره يجي يدخل على الابلكيشن اللي احنا بنتكلم عنها اللي موجوده في الويب سيرفر ده لانه يبدا يعمل اثنتيكيت في كل مره. لا، ده الكوكيز بتبدا تتخزن عنده، وطبعا لما بيعمل ساين اوت الكوكيز دي بتبدا طبعا تتمسح، وده سكيور اكتر علشان لو حد لوجن من نفس الجهاز ما يبقاش في اي فرصه لان هو يقدر يدخل على الويب سيرفر اللي هو في الفورست التاني. طيب نبدا بقى نتكلم عن الرسمه الظريفه دي. الرسمه دي كل اللي فيها ان في عندنا هنا دومين، الدومين ده اكيد المثلث الهرمي ده اكيد جواه مجموعه من الدومين كنترولر، او في دومين كنترولر واحد على الاقل. احنا بنتكلم على اللي بيحصل في الحياه الحقيقيه. الدومين ده جواه مجموعه من الدومين كنترولرز، جميل، وفي دومين كنترولر من دول جواه طبعا الاكتيف دايركتوري. فاليوزر لما بيجي اللي هو اليوزر اللي جويند على الدومين ده بيجي عايز يدخل على الابلكيشن، اني ابلكيشن اللي موجوده في الويب سيرفر بتاع الفورست الثانيه. الفورست بتاعتنا بتنتهي لحد هنا لان بعد كده في الفاير وول والانترنت، جميل. فاليوزر ده سواء هو قاعد جوه الشركه او سواء قاعد في بيته فبيبدا يحاول يكونكت على الابلكيشن اللي موجود في الويب سيرفر بتاع الفورست الثانيه. طيب جميل، ايه اللي بيحصل؟ الويب سيرفر ما بيبداش يريسبوند او ما بيبداش يستجيب لليوزر سواء ده او اللي قاعد جوه الشركه دايركت. امال بيعمل ايه؟ بياخد الريكوست اللي انت بعته ده، شايفين ده رقم واحد، بياخد الريكوست اللي انت بعته ده الويب سيرفر ويبدا يوديه لمين؟ يوديه طبعا للبروكسي اللي هو احنا اتكلمنا عنه، اللي هو بيبدا يشاور على الاوبجكت او الاجهزه اللي موجوده في الشبكه الداخليه. طيب جميل، افرض ما فيش بروكسي، خلاص هيبدا على طول يروح على الريسورس فيدريشن سيرفر. في عندنا سيرفر اسمه الريسورس فيدريشن سيرفر، ده السيرفر اللي احنا قلنا بنعمله او الفورست الاثنين فورست بيعملوه علشان يقدروا يشغلوا الفيدريشن سيرفيس. فده السيرفر اللي نازل عليه الفيدريشن سيرفيس فاسمه الريسورس فيدريشن. ليه اسمه ريسورس؟ اصل ده موجود في الفورست اللي فيها المكان او اللي فيها الويب سيرفر اللي هو يعني بيحتوي على الابلكيشن. عشان كده احنا قلنا هنتفق من الاول ان الفورست اللي فيها الابلكيشن اسمها ريسورس، وان الفورست اللي فيها اليوزرز اللي عايزين يكونسيوموا الابلكيشن دي اسمها الاكونت. فهتلاقوا هنا دي اسمها ريسورس اورجانيزيشن ودي اسمها الاكونت اورجانيزيشن، تمام. فكل اللي بيحصل ان احنا دلوقتي الويب سيرفر بتاعنا جاله الريكوست من اليوزر، قام عمل له فورورد او بعته يعني، وبالتالي الريسورس فيدريشن سيرفر بيبدا يقوم يروح يعمل كونفيرم على اليوزر. يعني جاله اليوزر فعايز يشوف هل اليوزر ده من قائمة الناس اللي من حقهم ان هم يستخدموا الويب سيرفر او يدخلوا على الابليكيشن ولا لا. فبيقوم يودي الريكوست بتاع اليوزر ده لمين؟ للاكاونت فيدريشن سيرفر. يعني هتلاقوا ان رابع حاجة مفروض تحصل هو ان الطلب ده مفروض يروح للاكاونت فيدريشن سيرفر اللي موجود في الفورست التانية. هتقولي طب وهو عارف منين ان في هنا اكاونت فيدريشن، او ليه يعني ودى الريكوست لده بصفه خاصه؟ ما هو ده اللي احنا بنعمله بقى في الكونفيجريشن بتاعه الاكاونت فيدريشن سيرفر والريسورس فيدريشن سيرفيس. يعني بنقوم قايلين لده مكان الاكاونت فيدريشن سيرفر اللي انت هتعمل فورورد للريكوست عليه فين، وبنقوم قايلين لده كمان فين الريسورس فيدريشن سيرفيس اللي انت هتبعت الكونفيرميشن عليه، تمام. فالمهم ان الريكوست بتاعنا لما بيقوم رايح للاكاونت فيدريشن سيرفر ده بيكون سيرفر خاص بذاته، ممبر جوين في الدومين بس، يعني مش لازم يكون عليه الاكتيف دايركتوري. بيقوم رايح هو يتاكد
ان اليوزر ده موجود فين في الدومين. ما احنا قلنا ان المصرح ليهم ناس في الدومين ده، فبالتالي الناس دول بعد ما بعتوا للويب والويب بعت للريسورس فيدريشن سيرفر، اما في الريسورس فيدريشن سيرفر ما عندوش حاجه تقول له الاكونت ده موجود في هذا الدومين ولا لا، فبيقوم باعت للاكونت فيدريشن سيرفر، والاكونت فيدريشن سيرفر يبدا يقوم رايح للاكتيف دايركتري او للدومين ويقول له الراجل ده موجود في الدومين بتاعك وليه الحق في دخول الابليكيشن اللي موجوده في الفورس الثانيه ولا لا. تمام، بيقوم الحقيقه الاكونت اللي موجود هنا اللي احنا طبعا بنكون ادينا له يعني الصلاحيات، ممكن يكون موجود في الاكتيف دايركتري دومين سيرفر، او ممكن يكون موجود في اللايت ويت دايركتري سيرفيس. فاكرين اللايت ويت؟ اللايت ويت اللي هو الداتابيز اللي شبيهه بالاكتيف دايركتري. المهم ان هو بيبدا يكونفيرم وبيشوف اليوزر موجود ولا لا، وبعدين بيبدا بقى يقول له والله اليوزر ده موجود عندي، وبيبدا يبعت حاجه للفيدريشن سيرفر اللي هو الاكونت فيدريشن سيرفر، لان هو هيودي البيانات بتاعه اليوزر اللي هي الايدنتيتي كليم والجروب كليم والكاستم كليم، الكليمز اللي هي طبعا مجموعه الداتا الخاصه باليوزر زي اليوزر نيم بتاعه والباسورد بتاعته والبريفليج بتاعته. طبعا الكلام ده هو بيروح انكريبتد بسيرتيفيكت فيما يسمى يعني سكيورتي توكن. فالسكيورتي توكن دي هي عباره عن باكج كده لليوزر بتحتوي على الكليمز بتاعته. فبيقوم الفيدريشن سيرفر او الاكونت فيدريشن سيرفر بعد ما بيستلم الكليمز دي من الاكتيف دايركتري، بيقوم رايح موديها لمين؟ للفيدريشن سيرفر الثاني اللي هو الريسورس فيدريشن سيرفر. يعني بيقوم ياخد الباكج دي وبيقوم يوديها للريسورس فيدريشن سيرفر. يقوم الريسورس فيدريشن سيرفر ياخد الداتا دي ويعمل لها عمليه ديكريبشن. هو كان هنا اتعمل لها انكريبشن؟ اصل لما الفيدريشن الاكونت فيدريشن سيرفر اللي هو ده لما بيقوم واخد الداتا دي بيعمل لها عمليه انكريبشن. لما بيقوم عامل لها عمليه الانكريبشن بيعمل لها طبعا انكريبشن بسيرتيفيكت اللي هي الفيدريشن سيرفر سيرتيفيكت، ودي هنعملها احنا بنفسنا، يعني احنا اللي هنعمل هذه السيرتيفيكت. فبيعمل بيها انكريبت وبيبدا الريسورس فيدريشن سيرفر ده يبدا يفك الانكريبشن اللي اتعمل. وبعد كده بيبدا بعد ما يعمل الديكريبت بيقوم واخد الداتا اللي هي بتاعه اليوزر. ما هو اصل كل ده الويب سيرفر مستني منه رد علشان يقول له اريسبوند لليوزر ده ولا لا، فبيقوم واخد الكلام ده هوت وبيقوم يعمل له انكريبت عن طريق التوكن سايننج، نفس التوكن سايننج اللي هنا، ويبدا يدي الداتا دي كلها لمين؟ للويب سيرفر طبعا. فيقوم الويب سيرفر يعمل انلوك للداتا ويبدا يقوم يعمل فورورد للداتا دي ويديها لليوزر، او يدي اليوزر الاحقيه في ان هو ياخد ويشوف الداتا دي، سواء اليوزر اللي بره او اليوزر اللي هو كان جوه الشركه. طبعا الموضوع ده هوت لو تلاحظوا كده في ميزه جامده جدا، وهي ان كل الداتا بتمشي انكريبتد في النتورك. يعني كل الكلام ده هوت ماشي انكريبتد من اول ما بيخرج من اليوزر، من اول ما الويب سيرفر بيبدا يكلم الريسورس فيدريشن سيرفر علشان يقول له الاكونت ده ليه الصلاحيه ولا ملهوش، ولحد ما الويب سيرفر طبعا بيرسبوند على اليوزر. طيب الحقيقه ان الاستراكشر اللي احنا هنعملها اللي مايكروسوفت كانت عاملاها في التدريب بتاعها، يعني لو حد عنده الكتب بتاعه مايكروسوفت وفتح البراكتيك بتاع الماده دي، هما الحقيقه مستخدمين 7 سيرفرات، يعني عاملين سيرفر عليه الاكتيف دايركتري في الفورس الاولانيه، وسيرفر حاطين سيرفر تاني خالص حاطين عليه الاكونت فيدريشن سيرفر، وسيرفر تاني عاملينه بروكسي، وفي الناحيه التانيه برضو عاملين سيرفر عليه الفيدريشن سيرفيس، وسيرفر تاني عاملين عليه الويب سيرفر اللي هو عليه الابليكيشن، وسيرفر تالت عاملين عليه البروكسي، وطبعا في سيرفر رابع اللي هو الكلاينت
اللي هيبدأ يلوج، فهم مستخدمين يعني 7 سيرفرز. الحقيقة ان انت علشان تعمل 7 سيرفرز فانت محتاج تكون الرامات بتاعتك نوت ليس 4 جيجا، وتبدأ تدي كل مكنة من دول 512، وهيتفضل عندك ال 512 اللي المكنة بتاعتك اللي هي الفيزيكال هتشتغل بيهم. فطبعا هو هتبقى عملية مجهدة يعني شوية. فاحنا ممكن نستغني عن السيرفر بتاع البروكسي، يعني مش لازم، لان احنا طبعا جوه لاب فمش محتاجين قوي نعمل موضوع البروكسي ده. ولكن احنا هنقوم عاملين دومين كنترولر هنا. الدومين كنترولر ده هنقوم حاطين عليه الاكتف دايركتوري، وهنحط كمان عليه الفيدريشن سيرفر. يعني مش هنعمل الفيدريشن سيرفر منفصل، لا، على نفس المكنه اللي عليها الاكتف دايركتوري هنقوم عاملين الفيدريشن سيرفر. كمان هنقوم جايين في الناحيه التانية، وهنقوم عاملين سيرفرين، واحد هنحط عليه الابليكيشن اللي هو الويب سيرفر، وواحد تاني هيكون هو عباره عن الدومين وكمان الفيدريشن سيرفر او الريسورس فيدريشن سيرفر. يعني احنا هنحتاج في الموضوع ده هو 3 مكانات سيرفر علشان تقدر تتست الكلام ده شغال ولا لا، تمام. فالمكان اللي هنحتاجه تاني احنا هعمل لكم كده رسمة نشوفها مع بعض علشان توضح لنا الاي بيز اللي هنستخدمها والكلام ده كله. ده يا جماعة طبعا الشكل بتاع الاستراكشر اللي احنا ان شاء الله هنبدأ نعملها. هتعملهم مكنة وهتدوها الاي بي هات دي هتبقى اكتف دايركتري. هنعمل دومين، وليكن الدومين ده مثلا اسمه innovation، ده الدومين اللي فيه المكنة ده، تمام. والدومين التاني ممكن يعني ده طبعا دومين وده دومين، فالدومين اللي فيه الاكونت اللي عايزين اكسسه هنسميه innovation، والدومين التاني ممكن نسميه resources مثلا، تمام. سوري. الدومين اللي موجود هنا ده هيتحط عليه الاكتف دايركتري، وهيتحط عليه الفيدريشن سيرفيس، وهيتحط عليه دي ان اس، وهيبقى ده طبعا الريسورس. هنعمل مكنه كمان هنحط عليها الويب ابلكيشن. طبعا في الحقيقه المفروض بيكون فيه هنا راوتر، والراوتر ده طبعا هو اللي بيبدأ يكونكت الاتنين دول ببعض. وممكن كمان يكون في النص هنا ما بين الراوتر وما بين الفيدريشن سيرفر يكون في البروكسي هنا او هنا، او تي ام جي سيرفر whatever. ولكن طبعا احنا علشان بس ما نعملش مكان كتير، فهو مكان عليها السيرفيس دي في الاكونت الاولاني، ومكان عليها نفس السيرفيس في الاكونت التاني. وعندنا طبعا المكان بتاع الويب. الويب ده اللي هيبقى الاي بي بتاعه 3، واحنا مش حاطين طبعا ديفولت جيت واي لان احنا اوريدي ما عندناش راوتر. زي ما انتم شايفين كده انا حاطط الاي بيهات كلها في نفس الرينج، لكن في الحياه الحقيقيه اكيد مش هتبقى في نفس الرينج، لان دي شركه في حته ودي شركه في حته، فلازم يكون في راوتر، ورقم الراوتر ده بيكون الديفولت جيت واي بتاع السيرفر ده وبتاع السيرفر ده، تمام. الدي ان اس بتاع الويب هيكون هو المكنه بتاعه الفيدريشن سيرفر اللي عليها الاكتف دايركتوري والدي ان اس، وطبعا بنحط هنا دي ان اس وبنحط هنا دي ان اس، تمام. طيب تعالوا كده نشوف هنعمل ايه. مبدئيا ده هيبقى دومين ممبر. يعني ايه دومين ممبر؟ يعني ما انتش هترن عليه الدي سي برومو، هو عليه ويندوز سيرفر 2008 وكل حاجه، بس انت هتخليه يجوين الدومين. يعني ايه جوين الدومين؟ يعني تعمل رايت كليك على الماي كمبيوتر وتجيب البروبرتيز بتاعته، وتروح تعمل تشينج في التاب بتاع التشينج كمبيوتر نيم، وتقوم قايل له ان انت هتبقى جوين لدومين اسمه كذا، زي ما كده ما بتعمل جوين لاي كلاينت موجود اكس بي او 7 او فيستا. جوين عادي خالص، يعني كل اللي هيحصل ان هو هيبقى جوين. طب ليه ما عملتوش كلاينت اكس بي او فيستا؟ شيء طبيعي ان علشان تنزل عليه سيرفيس الكلاينت مش بينزل عليهم سيرفيس، تمام. فاحنا عاملينه يعني ويندوز سيرفر علشان نقدر نحط عليه السيرفيس بتاعه الويب. طيب نروح بقى على الفي ام وير ونبدا نشوف الكلام ده هيتنفذ. ده الدومين الاولاني او الاكونت دومين اللي اسمه innovation.com، وفي دومين كنترولر واحد بس في الدومين ده اللي هو دي سي 1.
طبعا اول حاجه هنعملها في الـ في الريسورس او في الـ في innovation.com هو ان احنا نبدا نقوم عاملين يوزر ونديله اي اسم وليكن فيدريشن سيرفيس مثلا. ليه بنعمل اليوزر؟ علشان ده هو اللي هنديله يعني فيما بعد البرميشن بان هو يقدر يكونكت على الريسورس دومين. تمام، دي اول حاجه. بعد كده طبعا احنا اتفقنا ان احنا عندنا في الريسورس دومين وفي الاكونت دومين. الاكونت دومين اللي احنا فيه ده دلوقتي اللي هو دي سي 1 او انوفيشن، انوفيشن اللي هو ايه الدومين يعني، وعندنا الريسورس دومين اللي هو هنبقى مسمينه ريسورس دوت سوفت دوت كوم. يعني الدومين هيكون اسمه سوفت دوت كوم، والمكنه اللي عليها الاكتيف دايركتوري والفيدريشن سيرفيس والدي ان اس اسمها ريسورس. جميل. طيب اول حاجه المفروض نعملها ان احنا المفروض علشان المكانتين دول اساسا يقدروا ان هم يشوفوا بعض، اللي هو الاكتيف الفيدريشن سيرفر الاكونت والفيدريشن سيرفر الريسورس، لازم طبعا نقوم عاملين تعريف لكل واحده فيهم جوه الدي ان اس. فاحنا الحقيقه هنروح نشغل المكنه دي وبعدين هنقوم رايحين عن دي سي 1 اللي هو الاكونت وهنقوم فاتحين الدي ان اس بتاعه وهنبدا نعمل فوروردر لسوفت دوت كوم. يعني هنروح كده ونقول له ان احنا عايزين نحط فوروردر جديد. طبعا تقدروا تعملوا فوروردر او ممكن تعملوا كونديشنال فوروردر. تمام، فاحنا ممكن نقوم عاملين فوروردر كده، نقوم رايحين قايلين له لما حد يحب يسأل على الاي بي ده اللي هو 192.168.1.2. تمام، ونقوم قايلين اوكي، هو لقى طبعا فنقوم قايلين اوكي. اوكي طيب، معنى كده ان هو لو ما لقاش الحاجه اللي هو بيدور عليها اللي هو الفيدريشن سيرفر التاني هيبدا يقوم رايح على الفيدريشن سيرفر بتاع الريسورسز اللي هو ده طبعا، ونقوم قايلين اوكي. كده انا ظبطت الدي ان اس هنا، المفروض طبعا هنروح نظبط الدي ان اس هناك، بس خلونا هنا الاول علشان نعمل الخطوات بتاعتنا كلها الاول على الاكونت وبعد كده نشوف هنعمل ايه على الريسورس. طبعا نفس الخطوه اللي انتوا عملتوها اللي هي الفوروردرز دي ممكن تعملوها ككونديشنال فوروردر. يعني ممكن تقوموا قايلين له نيو كونديشنال فوروردر وتقولوا له لما حد يسال على سوفت دوت كوم ابدا وديه الاي بي ده اللي هو 192.168.1.2. فالاثنين صح، يعني ممكن تقوم تعمله فوروردر او ممكن تقوموا قايلين له لما حد يسال عن الاي بي ده وديه عند الدومين ده، والاثنين يعني حاجات صحيحه. تمام، طيب لكن مش شرط ان انتوا تعملوا الحاجتين، يعني مش لازم فوروردر وكونديشنال، لا حاجه واحده بس تكفي طبعا. طيب احنا دلوقتي ظبطنا الدي ان اس بتاع الانوفيشن اللي هو هيكون الاكونت، بعد كده هنبدا نقوم رايحين حاطين الرول نفسها. يعني هنروح كده عند السيرفر مانجر ونبدا نقوم قايلين له اد نيو رول، وهنبدا بقى نختار الرول اللي احنا قلنا عليها اللي هي الفيدريشن. ادي الاكتيف دايركتوري فيدريشن سيرفيس، فهنبدا نسلكت كده ونقوم قايلين له نيكست. فهنبدا نختار من هنا الفيدريشن سيرفيس وهيقول لي ان في اكويبمنت او في كومبوننت في الاي اي اس ريليتد بيها، فنقول له اد ريكوايرد سيرفيس. طبعا لو انت هتعمل بروكسي فكنت هتختار الفيدريشن سيرفيس بروكسي كمان، لكن احنا زي ما اتفقنا احنا مش عاملين يعني بروكسي. طيب بعد كده نقوم قايلين نيكست،
فهيبدأ يقول لك عملية الانكريبشن، لأن احنا اتفقنا ان العملية كلها بتتم انكريبتد اس اس ال. فبيقول لك هل في عندك سيرتيفيكت؟ فطبعا فاكرين السيرتيفيكت، لو كان عندك كسيرفر بيوزع سيرتيفيكت ممكن ناخد منه سيرتيفيكت، او تقوم قايله لا والله كرييت سيلف ساين ان سيرتيفيكت، هو اللي هيبدا يكرييت اس اس ال لوحده، او هيكرييت يعني سيرتيفيكتس خاصه بيه هو. فهنقوم قايلين نيكست. هنا بقى بيقول لي عمليه التوكن سايننج. التوكن سايننج اللي هي الكلام ما بين الدومين والفيدريشن سيرفر، دي طبعا بتبقى انكريبتد، فهو بيقول لك برضو دي هيتعمل لها انكريبت بسيرتيفيكت، ولا هتبدا تختار انت كرييت سيلف توكن سايننج سيرتيفيكت. فهنقول له لا كرييت، لان احنا ما عندناش سيرفر سيرتيفيكتس. ده طبعا المكان اللي هيتخزن فيه اللوج بتاعنا. وبعد كده هيبدأ يظهر لنا الاي اي اس. دي طبعا الريليتد اوبشنز اللي محتاجينها علشان السيرفيس بتاعت الفيدريشن تشتغل، مش هنختار فيها حاجات تانية. هندوس نيكست وبعدين هنعمل عملية الانستليشن. كده احنا بننزل السيرفيس بتاعت الفيدريشن سيرفيس على المكنة دي، وفي نفس الوقت نزلنا شوية حاجات من الـ IIS. ممكن على بال ما السيرفيس ما تنزل نقوم رايحين للسيرفر التاني اللي هو مفروض هننزل عليه برضو الـ Federation Service. اللي هو soft.com. وهنبدأ أول حاجة نعملها إن احنا هنفتح الـ DNS بتاعه ونعمل فيه نفس الكلام، يعني هنعمل فورورد على innovation.com علشان يقدروا طبعا يقروا بعض. موضوع ال DNS والحاجات البيزكس دي مهمة جدا جدا يا جماعة. طبعا هنيجي هنا، يا اما تعملوا فورواردر يا اما تعملوا conditional forwarder، والاتنين صح. لو انت عايز تروح للدومين اللي اسمه innovation.com، تمام، هتقوم رايح للاي بي ده اللي هو 192.168.1.1، تمام. طيب بعد كده هنقوم قايلين اوكي. وهننزل برضو السيرفيس هنا كمان، فهنقوم رايحين عند السيرفر مانجر وهنبدأ برضو نحط الرول. يبقى احنا كده اول حاجة عملناها عرفنا الدي ان اس في الاتنين سيرفر علشان يقدروا مبدئيا يشوفوا بعض بعيدا عن اي سيرفيس مشتركة بينهم. وبعد كده نبدأ نقوم حاطين الاكتيف دايركتوري فيدريشن سيرفيس على برضو الاتنين سيرفر، برضو نختار فيدريشن سيرفيس ونحط ريكوايرد رول. بعد كده نقوم قايلين نيكست. برضه مفيش هنا سيرتيفيكتس في الفورست الثانيه، لو عندهم سيرتيفيكت هيختاروها، مفيش سيرتيفيكتس خلاص. كده يبقى احنا يعني نزلنا السيرفيس بتاعه الفيدريشن على الاثنين سيرفر، الاكونت والريسورس. طيب نروح كده للاكونت. كده خلاص السيرفيس المفروض ان هي نزلت. يا ريت يا جماعه طبعا ما ننساش ان احنا كل ده جوه الاكونت، احنا ما رحناش مش الريسورس غير علشان نعمل حاجتين، الدي ان اس وننزل السيرفيس بس. فهنكمل دلوقتي شغلنا في الاكونت على بال ما السيرفيس تنزل في الريسورس. طيب هنروح بقى بعد كده نفتح الاي اي اس. وبعدين هنقوم رايحين عند الديفولت ويب سايت. وهنبدا نعمل سكرول داون كده تحت، هنلاقي حاجه اسمها الاس اس ال سيتنج. فهنقوم فاتحين الاس اس ال سيتنج وهنقوم قايلين له ان هي ريكوير اس اس ال، لان احنا طبعا اتفقنا ان
الكلام ده كله هيكون انكريبتد اثناء عمليه الكوميونيكيشن ما بين الدومين وما بين الفيدريشن سيرفر وما بين الفيدريشن سيرفر والفيدريشن سيرفر الاخر. يعني هنعمل بس ابلاي، بعد كده هنروح نفتح بقى الفيدريشن سيرفيس نفسها علشان نعمل لها الكونفيجريشن بتاعتها. هنجيب طبعا التراستد بوليسي وهنقوم جايبين البروبرتيز بتاعتها. هنحدد هنا طبعا اسم الفيدريشن سيرفر الخاص بينا، فهنمسح الكلام ده وهنكتب كاتبين URN نقطتين فيدريشن، وبعدين اسم الدومين بتاعنا اللي هو innovation. بعد كده بنقوم رايحين عند ال display name وبنبدأ نقوم حاطين display name من عندنا، وليكن هو ممكن يحط نفس ال name بتاع المكنة وممكن انت تحط اي اسم اخر يعني، فممكن نخليه مثلا innovation. بعد كده apply، بعدين هنقوم قايلين اوكي. الخطوة اللي بعد كده ان احنا هنبدأ نعمل الجروب كليم علشان الاكونت اللي هو dcu.innovation.com يقدر يعمل بيها اثنتيكيت في السيرفر التاني اللي هو الريسورس. فعلشان نعمل الكلام ده هوت هنقوم رايحين فاتحين my organization كده، وبعدين organization claim هنعمل عليها right click ونقوم قايلين له new organization claim. نتأكد ان دي طبعا group claim، وهنبدأ نديها الاسم اللي احنا عايزينه وليكن مثلا X application مثلا. بعد كده هنقوم قايلين اوكي، يبقى احنا كده خلاص عملنا الجروب كليم. بعد كده محتاجين ان احنا نحدد لما يعمل اثنتيكيشن لليوزر اللي جاي له ده هوت يجيب اليوزر ده او يعمل له اثنتيكيت منين. احنا ممكن نعمل له اثنتيكيت من الاكتيف دايركتوري بتاعنا او من الاكتيف دايركتوري لايت ويت لو كنا يعني عاملين اكتيف دايركتوري لايت ويت. فهنقوم رايحين عند الاكونت ستور كده وهنقوم قايلين new account store، فيقول الاكونت ده موجود فين. هنقوم قايلين next كده، في الactive directory ولا في active directory lightweight؟ فهقول له لا، في الactive directory domain service. وهنقوم قايلين next وهنقوم قايلين له اعمل enable للاكونت store. ليه انا اخترت ده؟ لان هو ده الactive directory اللي جوه الاكونت اللي انا هديله permission لانه يستخدم الابلكيشن اللي في الدومين اللي هو بتاع الريسورس. تمام. طيب احنا كده عرفناه اليوزر هيعمل اثنتيكيت من انهي اكتيف دايركتوري. احنا طبعا عملنا هنا في الاورجانيزيشن كليم عملنا جروب كليمز اللي هي سميناها اكس ابلكيشن. الجروب كليم دي عايزينها تبقى ريليتد باليوزر او بالجروب اللي انت هتختاره علشان يبدا يعمل الاثنتيكيت، يعني الناس اللي هم ليهم بيرميشن جوه الاكتيف دايركتوري بتاعك ان هم يستخدموا الابلكيشن اللي موجوده في الفورس الثاني. فهنروح عند الاكونت ستور كده وهنقوم رايحين عند الاكتيف دايركتوري، ده طبعا الاكتيف دايركتوري اللي احنا اخترناه، وهنقوم قايلين له نيو جروب كليم اكستراكشن.
فهيقول لي فين هي الجروب اللي هيعمل لها ماب مع الاورجانيزيشن كليم او الجروب كليم اللي احنا عملناها اللي سميناها اكس ابلكيشن. فبيقول لي ابدا اعمل سيلكت لليوزر او الجروبز اللي انت عايزهم يبقوا يتعمل لهم مابنج مع الاورجانيزيشن جروب كليم، لان الاورجانيزيشن جروب كليم دي هي عباره عن المكان اللي هيتحط جواه الكليمز بتاعت اليوزرز اللي هي البريفليج واليوزر والباسورد والكلام ده كله، وتبدا تتبعت لمين؟ للفيدريشن سيرفر اللي هناك. فبيقول لك مين بقى اليوزر اللي انت عايز تحطهم في الجروب كليم اللي احنا لما نيجي حد يعمل اثنتيكيشن هنبعتها له، اللي هي يعني الجروب كليم اللي اسمها اكس ابلكيشن. فهذا ممكن تبداوا تختاروا اليوزر بتاعكم اللي انتوا اخترتوه. انا مش فاكر اليوزر الصراحه كان اسمه ايه، فهنجيب اليوزرز كلهم، احنا ما عندناش يوزرز كتير يعني، بس تقريبا كان اسمه فيدريشن. هو اليوزر ده هنختاره وهنقوم قايلين اوكي، وبعد كده هنقوم قايلين اوكي. كده احنا ربطنا اليوزر بالجروب كليم اللي احنا عملناه. احنا كده خلصنا تقريبا يعني الخطوات اللي المفروض هتتعمل على الدومين اللي هو فيه الاكونت. نروح بقى للدومين اللي فيه الريسورس، المفروض ان هو يكون خلاص خلص تنزيل السيرفيس من بدري. هو كده خلصها بالفعل. هنروح بقى احنا عملنا الخطوة بتاعت الـ DNS علشان يقدروا يقروا بعض، ونزلنا الرول. برضو هنقوم رايحين على الـ IIS هنا ونعمل خطوات شبيهة شوية بالخطوات اللي عملناها في الـ Account Server. هنجيب برضو الـ Default Website وهنقوم رايحين عند الـ SSL ونقول له اعمل انيبل وابلاي. في بعد كده بقى خطوه مهمه جدا، وهي ان احنا طبعا قلنا له يبدا يعمل سيرتيفيكت واحنا جايين نحط السيرفيس بتاعت الفيدريشن سيرفيس، فقلنا له يعمل سيرتيفيكت. الفيدريشن سيرفر ده بيروح يكلم مين؟ بيكلم الويب سيرفر. الويب سيرفر ده علشان يتعاملوا مع بعض، ففي سيرتيفيكت اللي تم انشائها هنا مفروض نوديها الويب سيرفر. فاحنا هنروح نجيب السيرتيفيكت اللي اتعملت هنا دي ونقوم بقى رايحين للسيرتيفيكتس او السيرفر سيرتيفيكتس يعني. فطبعا السيرتيفيكت اللي اتعملت اللي هي السيلف ساين ان اللي الفيدريشن سيرفر عملها اللي هي دي، فمحتاجين ان احنا نعمل لها اكسبورت علشان نعمل لها امبورت فين؟ في الويب سيرفر، علشان يقدروا هما الاثنين يتعاملوا مع بعض. فهنقوم عاملين عليها كده اكسبورت، وممكن نحطها في الديسكتوب. ادي الديسكتوب بتاعنا، ممكن نسميها اي اسم ولتكن مثلا فيدريشن Federation Service Resource. تمام، وهنقوم حاطين لها باسورد. كده احنا عملنا اكسبورت للسيرتيفيكت دي علشان نبقى نعمل لها امبورت في السيرفر بتاع الويب، علشان طبعا يقدروا يكونكتهم هما الاثنين مع بعض يعني. وطبعا بعد كده هنقوم رايحين فاتحين السيرفيس نفسها بتاعه الفيدريشن، وهنبدا نعمل السيتنج بتاعتها. برضه هنروح عند التراستد بوليسي وهنقوم قايلين له الروبرتس بتاعتها، وهنقوم جايين هنا هنقوم كاتبين يو ار ان زي ما عملنا في السيرفر اللي فات، فيدريشن، وبعدين اسم الدومين بتاعنا اللي هو سوفت، وعند الديسبلاي نيم نفس الكلام، ممكن نسيبه اسمه سوفت بس، او نسيبه باسم الجهاز حتى، ونقوم قايلين اوكي.
طيب احنا في السيرفر بتاع الاكاونت عملنا جروب كليم علشان نحط جواها اليوزرز اللي هيبداوا يعملوا عمليه الاثنتيكيشن، تمام، او اللي هيبقى ليهم بيرميشن في ان هم يستخدموا الابلكيشن دي. هنا بقى هنبدا نعمل جروب كليم علشان تعمل اثنتيكيت في الويب سيرفر نيابه، او يعني بدل ما احنا قلنا ان اليوزر بيعمل سنجل ساين اون، اليوزر اللي في الدومين الاخر اللي هو بتاع dcu.innovation.com اللي هو الاكونت بيعمل اوثنتيكيشن في الدومين بتاعه بس. بعد كده احنا قلنا ان الداتا بتاعته بتتحط في جروب كليم، والجروب كليم دي بتقوم تتبعت لمين؟ بتتبعت للريسورس فيدريشن سيرفر. فالريسورس فيدريشن سيرفر هنبدا نكريت فيه هو كمان جروب كليم، علشان الجروب كليم اللي هتتكريت فيه دي تبدا تعمل عمليه اوثنتيكيت للداتا الموجوده او للكليم اللي هتتبعت لها من الريسورس من الاكونت سيرفر. فهنروح عند الاورجانيزيشن كليم، وهنقوم عاملين نفس الخطوات اورجانيزيشن كليم، وهنبدا نسميها باي اسم، وليكن برضو اكس ابلكيشن. كده احنا عملنا الجروب كليم او الجروب اللي هيتحط جواها الحاجه اللي هتروح للويب سيرفر يعني. بعد كده هنبدا نقوم رايحين عند الاكونت ستور، وهنقوم قايلين له برضو نيو اكونت ستور، وهنبدا نختار برضو الاكتيف دايركتوري. الخطوه اللي بعد كده ان احنا هنبدا نعرف الفيدريشن سيرفر ان الابلكيشن اللي هيتم طلبها هي ابلكيشن بتحتاج للابلكيشن ادوير، يعني هي عباره عن كليم اد كليم اوير ابلكيشن. فهنعمل رايت كليك كده ونقوم قايلين له نيو ابلكيشن، ونقوم قايلين له ان هي كليم اوير ابلكيشن. كليم اوير ابلكيشن يعني ابلكيشن بتحتاج الكليم اوير علشان تقدر تعمل عمليه الاثنتيكيت. طبعا هيقول لي تحب تسمي الابلكيشن دي ايه، فممكن نسميها بنفس الاسم اللي احنا استخدمناه اللي هو اكس ابلكيشن. وبعد كده هيطلب منك المسار بتاع الابلكيشن دي موجوده فين. طبعا الابلكيشن موجوده فين؟ في الويب سيرفر، تمام. فهنقوم كاتبين العنوان بتاع الابلكيشن في الويب سيرفر. فاحنا طبعا لسه ما عملناش حاجه في الويب سيرفر، فممكن نقوم نروح كده على الويب سيرفر نشغله. احنا هنخلينا ثابتين على الخطوه دي، وهنقوم رايحين عند الويب سيرفر هنشغله عادي كده علشان نبدا نحط المكان اللي فيه الابلكيشن بتاعتنا او الروت يعني. ده بقى الويب سيرفر بتاعنا. فبما اننا دخلنا في الويب سيرفر، فهنبدا نحط الاول الرول بتاعت الفيدريشن سيرفيس. هنفتح كده السيرفر مانجر ونقوم رايحين عند الرولز. ده طبعا لسه ما نزلش عليه اي رولز، لان هو جاست بس ان هو جويند للدومين، يعني ممبر سيرفر بس. يعني لو عملنا رايت كليك وجبنا البروبرتيز بتاعته هنلاقي ان هو بس جوين للدومين بتاع soft.com. هو المكان اسمها ويب، وهو بس جوين للدومين فقط ليس الا يعني. فاحنا هنبدا نحط الرول بتاعه الفيدريشن سيرفيس. وهنا هنبدا نختار بقى ان احنا عايزين الرول بتاعه الفيدريشن سيرفيس، وهنحط الريكواير رول بتاعتها، وهنبدا نختار كليم اوير ايجنت. ليه كليم اوير ايجنت؟ لان الابلكيشن بتاعتنا بيتعمل لها اثنتيكيت، يعني نوع الابلكيشن ان هي كليم اوير ابلكيشن، فلازم يكون على المكان اللي هي اساسا محطوطه فيه اللي هو سيرفر الويب، لازم يكون الايجنت بتاع الكليم اوير موجود علشان يقدر يتفاهم مع الباكج اللي هتجيله او الكليم اللي هيجيله من مين بقى؟ من الفيدريشن سيرفر بتاع الريسورسز اللي هيبقى بيحتوي على الداتا اللي احنا قلنا ان الكليم دي ما ينفعش ان انت تخليها تتعامل مباشره مع الويب سيرفر، لكن احنا بننزل الكليم اوير ايجنت عشان يقدر يتعامل مع
الكليمز اللي جايه او مع الداتا اللي هي انكريبتد او اللي جواها يعني البريفليج والباسورد واليوزرز والمعلومات بتاعه اليوزر، وهو بقى اللي يقدر يتعامل مع الويب ابلكيشن اللي موجوده. تمام. طيب بعد كده هنقوم قايلين نيكست. نفس الكلام في الخطوه دي هنبدا نعمل كرييت سيلف ساين ان سيرتيفيكت، وبعدين هنا هتبقى برضو كرييت سيلف ساين ان توكن سايننج، وبعد كده هيقول لنا دي السيرفيس اللي هي ريليتد بيها في الاي اي اس. احنا هنزود عليها بس الكلاينت سيرتيفيكت مابنج اوثنتيكيشن، وده علشان نقدر نعمل سيلف ساين ان سيرتيفيكت على السيرفر ده. تمام. بعد كده هنبدا نعمل انستول، بس في سيرفيس تانية نسينا نختارها وهي الاي اي اس مانجمنت كونسول. اوكي، هو كده مختارها باي ديفولت يعني. طيب هنبدا نعمل انستليشن. كده السيرفيس خلاص نزلت، فهنقفلها وهنقوم رايحين فاتحين الاي اي اس. برضو طبعا هنبدا نخلي ال اس اس ال سيتنج في الديفولت ويب سايت. هنروح كده على الديفولت ويب سايت وهنقوم قايلين له ان ال اس اس ال سيتنج اللي هي الخاصه بالانكريبشن هتبقى طبعا ريكوايرد، ونعمل ابلاي زي ما عملنا في السيرفرز الريسورس والاكونت. وهنروح برضو نخلي فيه سيرتيفيكتس علشان موضوع السايننج، يعني هنقوم رايحين عند الويب كده وهنقوم رايحين للجزئيه الخاصه بالسيرتيفيكتس، وهنبدا احنا بقى نقول له اعمل كرييت للسيلف ساين ان سيرتيفيكت. فطبعا هيختار ان انا احط لها اسم، فممكن نسميها ويب مثلا. فكده خلاص اتعملت السيرتيفيكت اللي هيعمل بيها سايننج. بعد كده هنقوم نخلي الكونكشن طبعا HTTPS، لان السايت اللي هيبقى عليه الابلكيشن اللي الناس هتكونكت بيه ده هيكون سايت سكيور، وهي يعني هي ريكواير السيرتيفيكت. فهنقوم رايحين عند البايندنج كده، وهو اوريدي خليها لنا HTTPS. فلو رحنا كده عملنا edit هيقول لي السيرتيفيكت اللي هتستخدم انهي سيرتيفيكت، فهنختار السيرتيفيكت اللي احنا عملناها اللي هي الويب سيرتيفيكت طبعا. بعد كده هنقوم قايلين اوكي. يبقى السيرتيفيكت اللي احنا عملناها دلوقتي اللي اسمها ويب هي اللي هتستخدم لما حد يجي يطلب السايت ده. بعد كده بقى محتاجين ان احنا نجيب السيرتيفيكت اللي احنا عملنا لها اكسبورت من الريسورس ونبدا نحطها في التراستد روت بتاعه الويب. ليه؟ لان هما الاثنين هيتعاملوا مع بعض، فعلشان يقدروا يتعاملوا مع بعض يعني الحاجه اللي جايه من الفيدريشن سيرفر اللي هو الريسورس جايه بالسيرتيفيكتس بتاعه الريسورس، فطبعا لازم تكون موجوده في التراستد روت عند الويب علشان يقدروا ان هما يتكلموا مع بعض. فاحنا هنقوم فاتحين الران كده ونجيب السيرتيفيكت بتاعه الويب علشان نقدر نضيفها. ادي المايكروسوفت مانجمنت كونسول، وهنقوم رايحين قايلين له اد سناب ان، وهنبدا نختار السيرتيفيكتس. ادي السيرتيفيكتس، طبعا للكمبيوتر. وهنبدا بقى نجيب السيرتيفيكت اللي احنا عملنا لها اكسبورت. انا هروح عند السيرفر التاني كده، ادي السيرتيفيكت هاخدها كوبي كده. وممكن تحطها في شير فولدر، او لو انتوا شغالين طبعا على الفي ام وير ممكن تعمل لها كوبي على الديسكتوب على الجهاز عندك، على الجهاز الفيزيكال يعني،
وبعد كده تروح السيرفر اللي هناك تعملها عملية البيست. الفيتشر دي متوفرة طالما ان انت منزل التول بتاعت برنامج الفي ام وير. فانا هاجي هنا هقول له شو بس ديسكتوب كده عشان اخدها من على الديسكتوب بتاع الجهاز الفيزيكال اللي عندي كده كوبي، واعمل لها هنا عملية بيست. هي التول تقريبا مش نازلة هنا. طيب انا هنزل بس التول. طبعا لو انتم مش منزلين التول بتاعت الفي ام وير ممكن جدا تحطوا الحاجة دي في فولدر شير، ده اللي هي السيرتيفيكيت اللي كانت في الريسورس، ممكن تحطوها في فولدر وتعملوا شير وتدخلوا تجيبوها من هنا عادي خالص. طيب نرجع للسيرتيفيكيتس بتاعتنا. لو رحنا كده فتحنا السيرتيفيكيتس، لو رحنا عند البيرسونال هنلاقي السيرتيفيكيتس اللي اوريدي موجوده اللي هي بتاعت الويب دي موجوده اللي احنا انشاناها. فعايزين بقى نروح نانسرت السيرتيفيكيت دي في التراستد روت، فهنقوم رايحين عند التراستد روت كده عشان لما الحاجه تجيله او لما الريكوست تجيله من الفيدريشن سيرفر هتجيله بالسيرتيفيكت بتاعه الفيدريشن سيرفر اللي هو الريسورسز. فلو هو طبعا ما لقاش الحاجه دي موجوده في التراستد روت، السيرتيفيكت بتاعه الفيدريشن سيرفر لو ما لقاهاش موجوده عنده في الروت فمش هيقدروا ان هم يتكلموا مع بعض. فهنقوم عاملين رايت كليك كده ونبدا نعمل عمليه امبورت للسيرتيفيكت اللي احنا جبناها من الريسورس، فهنقول له ان هي موجوده في الديسكتوب. طبعا ليها باسورد احنا كنا حطيناه. وكده نبقى عملنا امبورت للسيرتيفيكت بتاعت الريسورس اللي هيجي له بيها الكليمز اللي هتتبعت من السيرفر بتاع الريسورس. فكده موضوع السيرتيفيكتس خلاص ما بقاش فيه اي مشكلة يعني. نرجع مرة تانية للاي اي اس بتاعتنا، هنروح كده عند الديفولت ويب سايت تمام، وهنبدأ بقى نعرف الويب سيرفر بتاعنا فين مكان السايت بتاعنا او الابليكيشن اللي الناس هتاكسس. احنا الاول هندخل كده نحط المكان اللي هيبقى فيه الابليكيشن، وليكن مثلا جوه ال www. لو احنا عاملين فولدر كده مسمينه اكس ابليكيشن تمام، فهنيجي هنا وهنقوم قايلين له اد ابلكيشن، فهيجي يقول لي الابلكيشن اسمها ايه، هنقول له مثلا اكس ابلكيشن. طيب الابلكيشن بول بتاعتنا، الحقيقه ان الابلكيشن بول دي هي اللي احنا بنختار منها نوع الابلكيشن. يعني لو عملنا سيلكت كده هيقول لي هل هي ديفولت اللي هي دوت نت، ولا كلاسيك، ولا اكتف دايركتوري بول. فدي طبعا البروجرامر اللي بيحط لك او اللي عامل الابلكيشن هو اللي هيقول لك دي دوت نت كلاسيك ولا دوت نت انتجريتد تمام. فهو طبعا اللي هيحدد لك نوعيه الابلكيشن مش انت. بعد كده الفيزيكال باث بتاعها او المسار اللي هي يعني محطوطه فيه، هنشاور على المكان اللي احنا حطينا فيه الابلكيشن. احنا حطيناها جوه بارتيشن السي في ال www root جوه الفولدر بتاع اكس ابلكيشن تمام. فده طبعا الروت اللي فيه الابلكيشن بتاعتنا. بعد كده طبعا هنبدا نقوم قايلين اوكي. هنرجع بقى للريسورس، احنا كنا توقفنا هنا عشان كان طلب مننا الفيزيكال او المسار الفيزيكال بتاع الابليكيشن اللي هو موجود يعني في الويب سيرفر. فهنقول له ان هو موجود في ويب، طبعا هو HTTPS زي ما احنا اتفقنا،
web.soft.com/xapplication. ده اسم الفولدر اللي هي موجودة فيه طبعا. بعد كده هنقوم عاملين next. هيقول لي الطريقة اللي هيعمل بيها الاوثنتيكيت لليوزر ايه هي. طبعا احنا هنختار اليو بي ان، يعني اليوزر هيلوجن عن طريق اليوزر نيم والباسورد بتاعته يعني. بعد كده هنقوم قايلين له اعمل انيبل للابلكيشن دي، وبعدين طبعا هنعمل فينش. طيب كده احنا عملنا الابلكيشن، حطيناها وقلنا او عرفنا ان الابلكيشن دي كليم اوير ابلكيشن، يعني بتسمح بان يتعمل لها اوثنتيكيشن عن طريق اليوزر نيم والباسورد، واللي هيهندل عمليه الاوثنتيكيشن دي السيرفيس اللي احنا رحنا حطيناها في الويب اللي هي بتاعه الكليم اوير ايجنت طبعا. طيب هنعمل بقى شويه حاجات مشتركه كده ما بين الفيدريشن سيرفر ده والفيدريشن سيرفر بتاع انوفيشن، يعني ما بين الريسورس وما بين الويب، سوري، ما بين الريسورس وما بين الاكونت. فاحنا هنروح كده عند الاكونت وهنقوم رايحين نعمل زي جروب بوليسي صغيره او تراست يعني صغيره ما بين او ما اللي هو البديل بقى بتاع التراست. فهنعمل تراست ما بين الفيدريشن سيرفر الريسورس والفيدريشن سيرفر الاكونت. احنا دلوقتي في الفيدريشن سيرفر بتاع الاكونت، فاحنا فاتحين الفيدريشن سيرفر، هنروح عند التراست بوليسي هنا وهنقوم قايلين له اكسبورت بيزك بارتنر بوليسي. ده طبعا بارتنر بوليسي، فاحنا بنعمل اكسبورت علشان البارتنر بوليسي اللي احنا بنعملها اكسبورت من هنا دي، هو اوريدي احنا عرفنا ان ده هيكون بارتنر بوليسي او هيكون ده الجهاز البارتنر، فاحنا بناخد البوليسي بتاعته علشان نوديها فين؟ نوديها للفيدريشن سيرفر اللي موجود هناك. فهنسميها مثلا اكونت علشان نبقى عارفين ان دي بتاعت الاكونت، تمام. وبعد كده هنقوم بقى رايحين عند الريسورس نقول له ان البارتنر، لان الريسورس ده مش هيرد على اي فيدريشن سيرفر، لا ده احنا عملنا اكسبورت للبارتنر بتاعه السيرفر الاكونت، وهنبدا نقوم قايلين للريسورس ان هو ده البارتنر بتاعك اللي انت هترد عليه. فعلشان نعمل الكلام ده كله هنقوم رايحين عند البارتنر اورجانيزيشن في الاكتيف دايركتوري فيدريشن سيرفر بتاعه الريسورس، ونقوم قايل له الاكونت بارتنر بقى، الاكونت بارتنر اللي هو الناس او الفيدريشن سيرفر اللي انت هترد عليهم. هنعمل رايت كليك وهنقوم قايلين له نيو اكونت بارتنر، وبعدين هنعمل نيكست كده. فهيقول لي البارتنر بوليسي فين؟ طبعا هروح اجيب له البوليسي من هناك، هروح كده هنا واقوم جايب هنا ده اللي احنا الحته اللي احنا فيها دي دلوقتي، ده الاكونت بوليسي اللي هو دي سي. فانا هاخد البوليسي دي هاخدها كده عندي كوبي على الديسكتوب، وبعدين نبدا نقوم رايحين عند المكان بتاعنا تاني اللي هو الريسورس، وهقوم حاطط البوليسي دي يعني علشان نقدر نبراوس ونجيبها. ممكن طبعا تعملوا الموضوع ده عن طريق الشيرد فولدر والكلام ده كله. انا كده بعمل يعني بقول له مين هو البارتنر اللي انت هترد عليه، فبجيب السيرتيفيكت او مش السيرتيفيكت، البوليسي بتاعه البارتنر عملنا لها اكسبورت، وبعدين هنعمل لها هنا امبورت علشان يقدر ان هو يرد عليه. هنروح طبعا على الديسكتوب اللي هو فيه البوليسي بتاعتنا، ونبدا نقوم جايبين البوليسي بتاعه الاكونت كده. ونقوم قايلين نيكست.
طبعا بيقول لي هل ده فيدريتد ويب سنجل ساين ان، فنقول له اه. بعد كده هيقول لي الاثنتيكيشن هيتم باليو بي ان ولا الايميل، فممكن تختار الاثنين مفيش اي مشكله. بعد كده هنقوم كاتبين اسم الدومين اللي هي السيرتيفيكت جايه منه، او اسم الدومين اللي هو innovation.com. وطبعا هنعمل اد. بعد كده لو في suffix جديد للايميل، علشان احنا طبعا اخترنا في ان هو يكون accepted by mail، فهو طبعا ما فيش suffix الميل، احنا ممكن نروح نلغي موضوع الميل ده. بعد كده هيقوم قايل لي enable this account partner، خلاص اقبل من account partner ده الكليمز اللي هيبعتها، هقول له اه اقبل. ونفس الكلام طبعا هنبدأ نعمله في نفس الاكونت ده. نخلي بالنا طبعا يا جماعه ان احنا اللي عملناه ده علشان نخلي الدومين بتاع innovation trusted من قبل الفيدريشن سيرفر بتاع soft.com. جميل. وطبعا بما ان الكليم ده او الفيدريشن سيرفر ده هيكلم الفيدريشن سيرفر بتاع الاكونت، فهنعمل نفس الحكايه، يعني برضه هنقوم رايحين عند التراستد بوليسي كده، وهنقوم قايلين له اكسبورت بيزك بارتنر، وهنقوم قايلين له اعمل اكسبورت للبيزك بارتنر بتاعك دي على الديسكتوب، وهنسميها مثلا ريسورس. ونفس الحكايه هنقوم رايحين برضه واخدين ريسورس دي هحطها عندي على الديسكتوب كده، ونروح الريسورس او سوري الاكونت، ونقوم جايبينها هنا مره تانية. ادي كوبي اهي، نعمل لها هنا بيست، وهنقوم عامل لها امبورت. يعني هنقوم رايحين برضو فاتحين التراستد والبارتنر اورجانيزيشن، والمره دي بقى هنقوم رايحين عند الريسورس بارتنر. ده مش اكونت، ده ريسورس، يعني هقول له الريسورس بارتنر بتاعك هو ده اللي هو مين. هنعمل رايت كليك كده ونقوم قايلين له ريسورس بارتنر، فهيبدا يقوم قايل لي فين البوليسي بتاعته، نفس يعني الحاجات اللي حصلت هناك. وهبدا اعمل براوز كده، وابدا اقوم جايب البوليسي بتاعت البارتنر اللي هو ريسورس. هنجيب الديسكتوب كده، وهنقوم جايبين الريسورس طبعا، ونفس الكلام بقى نعمل نفس الحكايه مفيش اي اختلاف. هنشيل بس الميل لان احنا ما عندناش ميل اوثنتيكيشن، وهيبدا يعمل ريبليس للسافكس بتاعت اليوزرز، فطبعا برضه هتبقى انوفيشن لان الناس اللي هتلوك كلها ناس جايه من انوفيشن اللي هو الاكونت. بعد كده هنقوم قايلين فينش. طيب هنروح للاكونت او هنروح للريسورس، يعني سيرفر بتاع الريسورس، ونقوم رايحين كده عند الاكونت بارتنر. احنا الاكونت بارتنر عملنا له امبورت للبوليسي بتاعته علشان الفيدريشن سيرفر ده يعرف ان هو مش هيكلم اي فيدريشن سيرفر غير الاكونت او الناس اللي البوليسيز بتاعتهم محطوطه في المكان اللي اسمه الاكونت بارتنر. تمام. طيب احنا هنعمل عليها بس رايت كليك كده، وهنقوم قايلين له ان احنا هنعمل نيو انكومينج جروب كليم مابنج. ليه؟ علشان احنا دلوقتي المفروض ان في كليمز اللي هي الباكج اللي بتيجي فيها اليوزرز والبريفليج بتاعه اليوزر هتكون جايه له من عند مين؟ هتكون جايه له من عند الاكونت. فلما تجيله هنا هيتم استقبالها فين؟ فاحنا هنقوم عاملين incoming group claim mapping كده، وهنبدأ نقوم نديها الاسم بتاع ال X application كده. انا عملت ال incoming group mapping كده. الخطوات بتاعت الفيدريشن سيرفيس اتعملت، في شوية خطوات عملناها على الريسورس، وفي شوية خطوات عملناها على
الاكونت، وفي شويه سيرفيس نزلناها وبروسيس كده اتعملت على الويب. طبعا قبل ما تعملوا اي تيست على الويب، لو انتوا حطيتوا ويب ابلكيشن بجد، المفروض ان احنا بنبدا نعمل عمليه ريستارت بس للاي اي اس على السيرفر بتاع الويب كده. طبعا نبقى خلصنا الجزئيه بتاعه الفيدريشن سيرفر، هي يمكن بس الخطوات بتاعتها كتير شويه، لكن طبعا هي حاجه مفيده وافضل بكتير وسكيور اكتر بكتير ما بين ان احنا نعمل تراست ما بين اتنين فورس. يعني الحقيقه ان التراست ما بين اتنين فورس احنا بنستخدمها يعني لما بيكون الشركتين دول واحده فيهم اشترت التانية، ده اللي بيحصل في الواقع الحقيقي، لكن ما بتحصلش كتير ان شركتين يعملوا تراست ما بين الفورس بتاعتهم وبين بعضها. هما بيعملوا الموضوع بتاع الفيدريشن سيرفيس علشان الناس اللي موجودين في الفورس الاولانيه مثلا يقدروا يأكسسوا قبل الابليكيشن اللي بتعملها الفورس الثانيه. طبعا المفروض ان البروجرامر اللي بيعمل لك بقى الابليكيشن دهيت بالفيجوال بيزك دوت نت او بالبول اللي هو بيستخدمها، يعني اللي طبعا لازم يقول لك عليها علشان زي ما انتم شفتوا كده احنا بنختارها في الاعدادات بتاعتنا. بتبدا تاخد بقى الفايلز دي وتبدا تقوم حاططها جوه الروت اللي احنا عملناه جوه ال WW روت اللي سميناه اكس ابلكيشن. بتاخد الحاجات اللي البروجرامر بيعملها لك وتحطها في الفولدر ده، وتقدر طبعا ان انت تكونكت عليها عادي خالص مفيش اي مشكله. بكده تبقى الفيدريشن سيرفيس خلصت، ونشوفكم ان شاء الله في الدرس الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.